اعتصم المتضررون من ما يعرف باسم أزمة الجبيهة أمام مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة عمان، مطالبين بإيجاد حل جذري لقضية النزاع على ملكية الآلاف من تلك العقارات في تلك المنطقة. المعتصمون وخلال اجتماع ضم عددا من النواب المتضامنين معهم أكدوا أنه لابد من إيجاد حل سريع لهذه المسألة، خاصة بعد إصدار حكم قضائي يفضي بإعادة أوضاع الأراضي في تلك المنطقة إلى ما كانت عليه قبل عام 1971. القضية التي شهدت تطورات متسارعة جاءت على خلفية نزاع قضائي بين ورثة حول 226 دونما من أراضي منطقة الجبيهة كانت قد بيعت في سنوات سابقة لورثة آخرين، والتي يعود بعضها لأكثر من 40 عاما. احنا هون بهاي الوقفة الاحتجاجية السلمية بنودي رسالة لجلالة سيدنا والحكومة الأردنية وكل المعنيين انه لازم تنحل هاي المشكلة. هاي المشكلة صعب حلها الا بقرار من جلالة سيدنا الله طول عمره. القضاء احنا نحترم رأي القضاء، واحنا تحت القانون مش فوق القانون، ولكن القضية لما تكون قضية عامة وفيها أمن اجتماعي وفيها سلم اجتماعي وفيها أمن غذائي وفيها أمن اقتصادي وفيها أمن عائلي وفيها ظلم ما حد بيقبلها. بنيت بيت يتكون من 3 غرف نوم وتوابه، دور واحد، وفوجئت بأن هذا البيت محجوز عليه في هذا الوقت وأنا أسكنه من هذاك التاريخ، وأنا عمري 80 سنة وزوجتي عمرها 70 سنة ولا يوجد لنا سوى هذا البيت، والآن هو محجوز عليه ولا نستطيع التصرف فيه. واقف لبيتي اللي بدهم يحضوا بيتي مطوب خالص، كل تعبنا كل شكانة حطينا فيه، وهالسعيات يجوا ناس يحضوا.